السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان، كي دايرين؟ صحة لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله، ونتمنى تكونوا دوزتوا إن شاء الله أسبوع موفق والصحة والسلامة للجميع. الموضوع كما كتلاحظوا اليوم الإخوان هو على هاد الوانسانت، إن شاء الله غنعاودوا ونعطيو واحد بحكم ما درنا واحد يعني واحد البحث كبير على هاد الوانسانت في جميع المواقع ديال التواصل الاجتماعي ولا المواقع ديال البيع ديال هاد الوان سانت الاخوان. اليوم ان شاء الله غنعطيكم الاثمان والعملات اللي كيقولوا بانهم راهم يعني كيسواو اثمان باهظه، وهذا الشيء كما كتلاحظوا يعني كيروج كثير على هاد الوان سانت، وين هما اللي يعني ماشي مطلوبين وانما ماشي بحوث عنهم وانما مطلوبين وقلال. كما كتشوفوا الاخوان معنا هنا واحد العدد ديال الوان سانت، كما كنقول دائما الاخوان هما هاد لي بياس هادو هما اللي مبحوث عنهم اولا كيكونوا شويه دايرين الثمن في الاسواق يا الاخوان. هنايا هادو الاخوان كما كتشوفوا هاد الصف هذا كله، وعندنا منهم هادو هاد القطع الاخوان هما اللي كيكونوا شويه دايرين الاثمان بحكم الندره ديالهم. هادو كيخرجوا كما كيتسمى ذكرى ديال واحد كما كتلاحظوا معنا، كما كتشوفوا هاد الوجه هذا ديال هاد الشخص هذا ولا السيده هذه، هنا كان ار اس والتاريخ ديال 1999 كما كتلاحظوا معنا. وهنايا الاخوان هاد العلامه اللي كتبان لكم هنا، نحاول نقرب لكم ولا نقدوا الصوره شويه الاخوان. كما كتلاحظوا هنا الاخوان هنايا هذه نحله وهذا كتسمى زرواطه، هذه ولا بالفكر ديالهم. المهم كاين علامه هذه النحله وهذه 1999، هنا ار اس يعني ريبوبليك فرونسي، وهاد العلامة اللي كتشوف هنا فوق يعني بحال التاج أولا فوق الرأس ديال هاد الوجه. وهنا الإخوان كيكونوا هاد النجمة تاع الإخوان بحكم لاكوبي البياس لاكوبي ديال هادي الإخوان ما كتكونش النجمة بحال هاد الشكل، كتكون شوية مائلة ومعوجة، وحتى هاد الفم ديال هاد الوجه هذا ما كيكونش باين، زائد الشعر وهاد الخطوط اللي كاينة هنايا الإخوان كتكون شوية ديال الشوائب على هاد القطع أولا هاد القطعة، ما كيكونش الوجه باين ولا الفم. كما كتلاحظوا الاخوان نفس الفئه، ولكن كاين واحد الاختلاف في الوجه زائد الفم الاخوان، وهاد الشعر هذا اللي كما كيبان لكم هنا انتم الاخوان، زائد هاد التاج اللي كاين هنايا اولا هاد العلامه اولا هاد الهلال اللي كاين هنايا كما كتلاحظوا معنا الاخوان. وبالنسبه للاخوان الوان سانت اللي مبحوث عنهم الاخوان كما كنقولوا هما هاد الفئه الايطاليه، بحكم كيقولوا بان فيهم واحد العدد قليل ديال السك، ولكن هذا الاخوان ماشي صحيح. هما كيقولوا بان كاين بعض الاخوان كيقولوا بان راه كاينه فئات يعني مبحوث عنها، ولكن العكس صحيح. كما كنقولوا دائما كاينه موناكو الاخوان وكاينه سان مارين، بحكم الوان سانت هما يعني اللي قلال او لا نادرين الاخوان، هما الوان سانت ديال موناكو بحكم كما قلنا تسك منهم كاينه 0.037 مليون قطعه اللي خرجات من وان سانت ديال موناكو، وسان مارين خرجت منها 0.03 مليون قطعه، بحكم هادو هما اللي كيتعدوا من بين اندر وان سانت اللي كاينه ماشي ديال الايطاليه كتسمع ديال 2002 كاين ديال. المهم هذا الاخوان كاين غير اشاعات ديال هاد كما كنقولوا دائما كاين اشاعات ديال المواقع او الطريقه ديال الكليك ديال المواقع، يعني كاين بزاف. هاي ديال 2002 الاخوان كما كتشوفوا معايا، نحاول نزيد شويه ديال الضوء. هاي ديال ايطاليا ديال 2002، وعندي منهم فئات كبيره كثيره. هاي 2002 عاوتاني، كاين منهم الاخوان كاين قطع اللي عندها اثمان مزيانه، وكاين اللي عندها هذه 2013 أجمل الإخوان 2004 2006 2007 2007، وعندي منهم قطع أخرى يعني كتار الإخوان ديال هاد إيطاليا أو هاد العملة الإيطالية اللي كما كتشوفوا الإخوان. وكاينه يعني هنا كما كتلاحظوا اولا كما كيبان لكم الاخوان هنايا كاينه نوافذ، وهاد العلامه اللي كاينه في الوسط راه ماشي بحال مثل الكوبي ديال القطع الاخرى،
بحكم هنا النوافذ ملي كنحسبوهم، ويستحسن الاخوان تحاولوا ما امكن ديروا يكونوا جوج ديال القطع ديال مثلا ديال 2002 بحال الشكل باش تعرفوا عليهم. كدير قطعه ديال 2002 كتجيب قطعه اخرى وكتقارن ما بين هاد القطعتين باش تعرف اين هي فيهم اللي عندها قيمه، وكتولي تلاحظ الجزئيات الصغيره باش تعرف اين هما اللي اين هي اللي مزيانه واين هي اللي كتسوى الثمن. بحكم كما كيعلم الجميع بان كاين واحد العدد ديال المهم كاين شبهات في هاد القطع هادو، وكل واحد كيقول لك راه انا عندي مات عندي هو راه ما عنده والو. وهذا الشيء الاخوان راه ما كيسواش شي حاجه كثيره بالنسبه للاثمان. باش نعطيكم الاثمان ديال هاد القطع هادو، هادو الاخوان راه ما كيسواوش بالزريبيان يعني. الاثمان ديالهم كتراوح ما بين كاينه ما كاينش 100 درهم، ما وصلاش 100 درهم، كاينه تقريبا على حسب القطعه. وكما كنقول كما كيقولوا هذه 2002 تقريبا دايره واحد 6 دولار، هذا هو الثمن ديالها اولا 5 دولار يعني ما كتراوحش. وما تشوفوش دوك الاثمان الباهظه اللي كتبان في المواقع ديال البيع والشراء ديال العملات النقديه، بحكم الاخوان كاين واحد العدد ديال الاخوان كيسحب لهم بان راه ملي كتشوف اولا انت الا عندك ديك القطعه راه غادي تبيعها بدوك الاثمان الخياليه اللي كتشوف في المواقع. الاخوان هادشي ما خصوش يديكم يعني بحكم القطع اللي كتكون مزيانه اولا القطع اللي كيكون عندها اثمان كثيره هما القطع ديال الذهب اولا القطع الفضيه، هما اللي كيكون عندهم اثمان مهمه واثمان يعني كتراوح ما بين يقدر توصل الاعداد اللي ما عمرك ما سمعتيها. بحكم القطعه ملي كتكون نادره هي اللي كيكون عندها اهتمام عند لي كوليكسيونور اولا المواقع ديال البيع، وهما اللي كيتنيغوسيو ديك الساعه معاك باش يدخلوها للمتحف ديالهم. بحكم كما قلنا دائما كاين هنايا واحد العدد ديال المسائل اللي ما كيعرفهاش اخي المشاهد، هو كاين الناس اللي كدير لا كوليكسيون باش تدير معارض ديالها باش تحاول تدير واحد المعرض وتربح منه اموال طائله دوك القطع اللي عندها. هذا هو اللي ما كيعرفش المشاهد الكريم. كنشكروا جميع الناس اللي كدعمنا من قريب ومن بعيد مع تحياتي وتحيات القناه الاحجار الكريمه. كنشكروا جميع الناس او العائله ديالنا اللي انضمت للقناه، العائله اللي كتشجعنا دائما، كنشكركم بزاف. ما تنساوش الضغط على زر لايك والاشتراك في القناه، بارطاجيو معنا هاد الموضوع هذا باش يعم الجميع. بحكم هنا كما قلنا دائما الاخوان كاين عملات كيقولوا بان عملات مبحوث عنها، هادشي راه ما منه والو الا واحد الفئه القليله. وإلا هزيت انت هاد العمله وحطيتيها في الموقع باش تبيع بداك الاثمان اللي كتشوف راه امبوسيبل الاخوان، ويستحيل تبيع انت بداك الاثمان اللي كتشوف اولا داكشي اللي كيعرضوا لك دوك الناس في المواقع. هذا موضوع الاخوان خص الانسان، حنا كنوصل لكم الفكره كما هي، فهمها كما بغيتيها انت. حنا عطيناك واحد الصوره تقريبيه داكشي اللي كتشوف انت في المواقع. عندك شي حاجه ديال الذهب، قطع ديال الذهب ولا قطع ديال الفضه اولا يعني السيلفر، هما اللي عندهم اثمان واثمان كتكون مزيانه. كنشكروا جميع الناس اللي كدعمنا من قريب ومن بعيد مره اخرى. ما تنساوش الضغط على زر لايك والاشتراك في القناه الاخوان. مع تحياتي وتحيات القناة، معكم أخوكم كمال. السلام عليكم ورحمة الله، إلى موضوع آخر وفيديو آخر إن شاء الله. نتمنى لكم فرجة ممتعة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.